وثق بشار وناشدت بوقتها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير الداخلية، لكن ابني مات وما عندنا مستمسكات لأن زوجي عربي زوجي سوري، وناشدتهم أن أطلع مستمسكات الابن الثاني. عندنا من البيان وهاي صار شهر ناس تخابر كلها وعود كاذبة. ناس واحد خابرني مسوي نفسه بمكتب وزير الصحة دكتور علي، جيت داخلة بابني الثاني مستشفى قال لا اطلع من المستشفى اجي المستشفى يهمك، على مدير طلع لي بيان، وبعدين طلع لا بيان اكو ولا ابد وراها ورق تليفونه. ناس خابس تسولف، انا راجع من جديد اناشد وزير الداخلية يقول صار له شهر مسافر، اناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليش غير بيناشد وش تحققونه، انا ما طالبة شي طالبة اقامة زوجي، انا مطلع بيان لابني واحد مات والثاني سام مريض سويت العملية لإذنه ما طالبة. تبقى معانا الأخت، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك؟ الحمد لله، أهلا ومرحبا. ناشدتي مرة وإحنا عرضناها فما صار شيء، ماكو فايدة، ماكو فايدة، ده ناشد ماكو فايدة، هاي ما صار شهر. بس قولي لي انت رحتي راجعتي، يا ما معقول انت وادي خاب وادي خابوني مع احترامي لك كلها كذابه، يعني انت تدخل ابني على مدخل كاس يوم قلت وقتها خابوني واحد يقول لي من وزاره الصحه اسمي دكتور علي زين تعذير مكذبه ما تسويش بيان، اقول له انا داخله بالطفل يعني اكيد اجيك، يقول لي طلع مسؤوليتك تعاي من اوصل ليرموك احد يغلق تليفونه ولا احد يعرفه ولا بالصحة، لو يخابر زوجي يقول له بقدر أيكم مليون تعال خذها استلمهن وهي يغلق تليفونه، واي ناس خابت كلها تكذب وتحب تحكي وتاخذ قصص بس اكثر ولا اقل، يعني ساعه طالبه يا اسف والله ما طالبه في شيء بس يعني كل يعني اذا قام على مطلع بيان ابني واذا ما يعني حتى لو انا عليه قلت لي 4000 غرامات ما حيتبرع لي بهذا المبلغ على مود انا اسويه غرامات ما اسويه مال الاقامات مال زوجك؟ ايوه زوجي. هي القضية انه انت بنفسك رحتي حاولتي تطلعين مستمسكات؟ رحت والله الاقامات، قال اولادي تروحين للاقليم. للاقليم؟ زين العقد ايه سوى عقد و واسوي اقامة هناك. اصلا ما عقد؟ عقد سيء عندنا ست، بس ما وثقوا يا المحكمة الا اقامة. لا ما عندي، ما يقبلوني يوثقوا لي اياه. زين ما يعني ما طلعنا العقد ما مصدق؟ لا ما يقبلون تقول لأنه مطلوبين انتو 4 ملايين؟ لأن لا يقول ما عنده إقامة لأنه ما عنده إقامة إقامة تكلف 4 ملايين زين هي القضية أيضا يم وزارة الداخلية أبو الحسن؟ إي يعني ما أعرف إذا أبو الحسن الآن لا أنا أسألك أنت إذا كانت يم وزارة الداخلية أو لا يم وزارة الداخلية وزارة الصحة وقضية البيانات ووزارة الداخلية أيضا تعنى بهذه القضية، إحنا نتمنى لأنه هذه المناشدة للمرة الثانية اللي الأخت أم سعد أنا تعبت على بياتاني وما كنت نتيجة والله تعبت، إحنا أيضا نناشد وزارة الداخلية والأخوة الأعزاء في قسم الرصد إذا كان بالإمكان أنه ينقلون ويوصلون هذه المناشدة مناشدة أم سعد اللي تطلب أوراق ثبوتية لابنها، نتمنى إذا كان بالإمكان حل هذه الإشكالية يعني حلها بشكل عاجل وسريع لأنه وضعهم باقي ما مستقر، وتعرفون اليوم الإنسان عبارة عن أوراق، أنت إذا ما عندك أوراق ما تقدر تمشي منها اللي جاي. أم سعد قولي لي توجهين مناشدة تريدين تقولين شيء؟ اي والله رئيس الوزراء هالمرة اسمك مو لأي أحد مصطفى الكاظمي، أنا ما طلبت في شيء مستحيل بس أريد إنه قام الزوجة عم تطلع بيان لمني، إذا سفروا دقوا منه منو يظل الطفل بدون أبوه؟ دقوا منه سنتين أنا مشكلتي كلها يعني مبلغ تافه أسوي بغيري ست ومبلغ تافه بس أنا ما عندي، أنا عندي مبلغ كان سويته من زمان. كلها تخابر وتحكي وتوعد وكلها وعود كاذبة ست الله يخليك، هاي صار يوم شهر والله غيري ست توصل مناشدتهم، انا ما حد خابرني غير ناس تسولف تاخذ قصص واهية. ام سعد
أتمنى وأمنية أني أمنية أتمناها الآن أنه تجينا استجابة لقضيتك، لأن بالله العظيم كلش يعني ما أعرف، أنا واقفة حائرة حاليا، أتمنى لو بالإمكان أني أقدر أساعدك بهذه اللحظة، لكن كل اللي نقدر له إحنا أنه نوصل صوتنا لوزارة الداخلية ووزارة الصحة، عسى ولعل أن تجي استجابة منهم. وفي دول ستة على كيف الله يساعدك، الله يكون بالعون.